تتزايد مخاوف الترحيل لدى اللاجئين الأيغور في تركيا والذين يقدر عددهم بنحو 50,000 وسط حديث عن إمكانية حصول مساومة وصفقة حول هذا الملف بين أنقرة وبكين بالتزامن مع تأخر وصول الشحنات الصينية من لقاح كورونا إلى تركيا. هذا وكانت التصريحات التركية خاصة من الرئيس رجب طيب أردوغان حول أقلية الأيغور في الصين قد قلت منذ أشهر عدة، ما قد يشير إلى وجود مقايضة بين البلدين لتأمين الجرعات المتأخرة من اللقاح إلى أنقرة مقابل عدم التطرق للانتهاكات اللاحقة بحقوق الأيغور في الصين. وفي جديد الانتهاكات التي تنفذها الفصائل الموالية لتركيا في مناطق أو في مناطق سيطرتها شمال سوريا، عثر أهالي مدينة أعزاز على جثة شاب عليها أثار طلق ناري في الرأس، وإلى جانبها ورقة موقعة من سرايا المجد المدعومة تركيا. وفي السياق ذاته قامت الفصائل الموالية لأنقرة باعتقال شاب في منطقة عفرين لمدة 24 ساعة، حيث تعرض للتعذيب والضرب قبل إطلاق سراحه وسط مطالبات من الناشطين بوقف الانتهاكات في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة، خاصة مع استمرار الانفلات الأمني والتفجيرات الإرهابية التي تستهدف المنطقة.